السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من الرأي الحر، ونبدأها بالعناوين. في الساعة الأولى نتحدث عن فلسطين. المحتل الإسرائيلي يعيد اعتقال 4 من الأسرى المحررين، ودعوات شعبية للتصعيد، ونطرح سؤالا: ما هي رسالتك لأسرى الحرية؟ أما في الساعة الثانية فنتحدث عن مصر. عبد الفتاح السيسي يهاجم ثورة يناير، خطاب إقصائي في إعلانه استراتيجية حقوق الإنسان الجديدة، ونطرح سؤال: ماذا يريد هذا الجنرال؟ أهلا بكم. أعلن الاحتلال الإسرائيلي إعادة اعتقال 4 من الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، حيث أعلنت عن اعتقال الأسيرين يعقوب القادري ومحمود عبد الله العرضة قرب مدينة الناصرة مساء الجمعة، فيما أعاد اعتقال الأسيرين زكريا زبيدي ومحمد العرضة فجر السبت قرب بلدة الشبلاء أم الغنم في مرج بن عامر. وقالت وسائل إعلام عبرية أن الأسير زكريا زبيدي حاول المقاومة لكنه كان متعبا ما أدى لاعتقاله، فيما لا يزال الأسيرين المحررين مناضل نفعات وأيهم كمامجي طليقين حتى الآن. وبخصوص طريقة إعادة اعتقال الأسرى الأربعة، صدرت رواية جديدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفي الأنباء المتداولة منذ إلقاء القبض على الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع بأنهم تعرضوا لوشاية من صاحب أحد البيوت بعد أن طلبوا المساعدة. كما تناقل مواطنون من فلسطين الداخل رواية تفيد بأن الاحتلال جاء بهم إلى الناصرة لكي يصنع رواية تسبب مشاكل بين أهل المدينة، بعد أن أثبت أهالي المدينة انتماءهم لأرضهم وتفاعلهم مع انتفاضة الأقصى الأخيرة. ومن جانبها قالت صحيفة عبرية اليوم السبت إن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع تحركوا سيرا على الأقدام وليس عبر سيارة، ولم يتلقوا مساعدة خارجية كما كان يعتقد. وأضافت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية أن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن الأسرى تحركوا بداية إلى إحدى القرى في محيط سجن جلبوع قبل أن يتفرقوا إلى مجموعات بعدما أدركوا أن تحركهم بشكل جماعي سيكون مستحيلا. وقالت إن الاختراق حدث ظهر الجمعة عندما أفاد شرطي مرور بأنه رصد اثنين من المشتبه بهم بالقرب من حقول مستوطنة بيلفوريا جنوب الناصرة، وقام بمطاردتهما واستدعى قوات الأمن. أضافت الصحيفة أنه على إثر ذلك جرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، وتم العثور على حقائب كانت مع الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قدري، ومن محتوياتهما كان من الممكن التعرف على طريق الهروب دون توضيحات أكثر. على الصعيد الشعبي تشهد الأراضي الفلسطينية غليانا شديدا على إثر الإعلان عن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة. أثارت الأنباء غضبا عما مدن الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال لا سيما في جنين ومحيطها التي ينحدر منها الأحرار الستة. كما شهدت مدن في الداخل المحتل تظاهرات حاشدة، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إقدام فلسطينيين على إحراق منزل شرطي يعتقد بأنه أبلغ عن مكان وجود القادري والعرضة في مدينة الناصرة. في السياق ذاته أشارت وسائل إعلام عبرية إلى سماع عدوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، ما يشير إلى احتمال إطلاق مقاومين رشقات صاروخية نحوها، فيما حذرت فصائل فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المساس بالأسيرين المحررين ورفاقهما الذين تواصل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية البحث عنهم. فلسطين إذن إعادة اعتقال 4 من الأسرى الذين حرروا أنفسهم. نتساءل في الساعة الأولى من هذه الحلقة: ألا يعتبر ما فعلوه الأبطال الأربعة انتصارا كبيرا بعد أن فضحوا المحتل وأجهزته الأمنية؟ ألا تعتبر مجرد مواجهة أجهزة أمنية تملك أحدث التقنيات الحديثة اختراق سجن شديد التحصين أمرا بطوليا بامتياز؟ ألم يكشف إعادة اعتقال الأسرى الوجه القبيح للسلطة الفلسطينية التي باتت أداة
للمحتل فلم تقدم أو تقم بأي خطوة شرفية لمساعدة الأسرى المحررين على الفرار من قبضة الاحتلال؟ والسؤال الأهم، ما هو دور الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لدعم قضية الأسرى بشكل عام؟ بالتأكيد سنفتح المجال لاتصالاتكم ورسائلكم، وأيضا هناك مستجد حدث قبل بداية هذه الحلقة بدقائق، وهو كلمة للناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة الذي حذر الاحتلال الإسرائيلي وتوعده ووعد أيضا بإدماج الأسرى الستة والأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم مرة أخرى في أي صفقة تبادل أسرى قادمة. نتابع قبل أن نستقبل ضيفنا ونفتح المجال لاتصالاتكم ما قاله أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، يا أسرانا الأبطال، يا أمتنا العظيمة، راقبت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام ولا زالت تراقب عن كثب تطورات الموقف بخصوص عملية نفق الحرية في سجن جلبوع وأبطالها المقاومين منذ تنفيذ هذه العملية البطولية وحتى اللحظة. وإن قيادة القسام إذ تنظر باعتزاز وإكبار لأبطال هذه العملية المجاهدين محمد العارضة ويعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي وأيهم كممجي ومناضل انفعات الذين رفعوا رأس الأمة والشعب الفلسطيني بعمليتهم الجبارة تخطيطاً وتنفيذاً وإساءة لوجه الكيان الصهيوني. هذه العملية التي أظهرت من جديد هشاشة نظرية أمن العدو التي تسقط في كل مرة تحت أقدام أبناء شعبنا وإرادتهم. وإن إعادة اعتقال بعض أبطال عملية نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف ولا يزيد شعبنا إلا فخراً بشجاعة وصلابة أسراه المقاومون، ولا يطعن في صورة البطولة الرائعة التي سطرها هؤلاء الرجال. كما أن هذا الاعتقال لا ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية بل بالكيان برمته، ولن يعيد ترميم صورة الفشل المريع الذي مني به هذا العدو ومؤسساته. وإننا في كتائب القسام نقول اليوم وبشكل واضح، وليسمعه أسرانا وعائلاتهم وليسمعه العدو والصديق على حد سواء، إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض وأوصلوا رسالتهم لكل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا بإذن الله من فوق الأرض، وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوما مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه. وليعلم العدو المأزوم بأن قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال بإذن الله تعالى. كما أننا في كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وأمام تهديدات العدو لأهلنا ومقاومتنا في الضفة المحتلة وفي جنين القسام ومخيمها الصامد، مخيم الثورة والبطولة، نؤكد بأن مخيم جنين وثواره. إذن كانت هذه بعض الدقائق من كلمة قصيرة قالها أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. أبرز ما جاء في هذه الكلمة أنهم حرروا أنفسهم من تحت الأرض وسيتحرروا عن طريق فصائل المقاومة من فوق الأرض في صفقة تبادل أسرى جديدة. أنقل هذه الكلمة وما جاء فيها وتداعياتها أيضا لضيفي الذي انضم إلي عبر الهاتف من لندن، فراس أبو هلال رئيس تحرير موقع عربي 21. أهلا بك معنا سيد فراس. أهلا أهلا دكتور أسامة. كيف تعلق على ما جاء في كلمة أبو عبيدة؟ يعني التعليق الأول هو
قضية هروب ولا عفوا لا أقول هروب، وإنما تحرير الأسرى لأنفسهم من سجن جلبوع، إعادة مسألة الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة ووضعتها على رأس الطاولة وأعطتها الأولوية التي تستحقها من الشعب الفلسطيني أولا ثم من فصائل المقاومة، وبالتالي هذا الاهتمام هو الذي جعل كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة تخرج في بياناتها وأيضا في تصريحات مباشرة لأبو عبيدة الذي هو من المعلوم بأنه لا يخرج كثيرا إلى الإعلام في الأوضاع الطبيعية، هذا يعني بأن الاهتمام بقضية الأسرى أصبح على الفلسطينيين لديهم خيارات. طيب أرجو من الزملاء معاورة الاتصال بسيد فراس أبو هلال لأن الصوت يأتي بشكل متقطع حتى يعود إلينا مرة أخرى. سيد فراس أبو هلال، إذن أبو عبيدة وكتائب القسام تعد بصفقة تبادل أسرى ستخرج من خلالها الأسرى الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم مرة أخرى في صفقة وفاء أحرار جديدة، ما قالها أبو عبيدة لافت للانتباه كثيرا، قال حررتم أنفسكم من تحت الأرض وسنحرركم أو ستتحررون من فوق الأرض وسيفتح لكم العدو الإسرائيلي بوابات السجن لتخرجوا منها أحرارا مرة أخرى. إذن يعني هذه النقطة إلى أي مدى تضع أو تمثل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي؟ إلى أي مدى كتائب القسام جادة في تضمين هؤلاء الأسرى في صفقة وفاء أحرار جديدة؟ بالتأكيد ستكشف قادم الأيام عن ذلك. الأيام الماضية كانت هناك بعض الأصوات تتحدث أين المقاومة الفلسطينية، أين فصائل المقاومة في قطاع غزة، لماذا لم تتدخل، لماذا لم تتحدث عن صفقة تبادل أسرى؟ ها هي كتائب القسام تعلن الآن أنهم سيتم تضمينهم في صفقة تبادل أسرى. عاد إلينا السيد فراس أبو هلال مرة أخرى، أنا لم أستمع لما قلته في مداخلتك الأولى بشكل جيد، فلو تعد لو تكرمت. تفضل. نعم، أقول بأن هناك عدة دلالات لكلمة الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة. الدلالة الأولى هي أن قضية الأسرى عادت إلى ما تستحقه من أولوية في الشأن الفلسطيني، أصبحت على رأس أولويات فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني ككل، وضعت هذه القضية في الواجهة، وكل ذلك لم يكن ليحدث بدون الإنجاز العظيم الذي حققه الأسرى الستة بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع. خروج أبو عبيدة الذي من المعلوم بأنه لا يخرج كثيرا إلى الإعلام بهذا الشكل في هذه اللحظة يعني بأن فصائل المقاومة أدركت، وهي تدرك حقيقة سابقا، ولكنها تعيد التأكيد على أهمية قضية الأسرى في برامجها وأجندتها. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية وهي أن القرار الذي اتخذته المقاومة الفلسطينية يحمل أهمية كبيرة في رفع معنويات عائلات الأسرى، معنويات الأسرى الذين أعيد اعتقالهم أنفسهم، وأيضا الشعب الفلسطيني ككل، وحتى أحرار العالم الذين تفاعلوا بشكل كبير مع عملية تحرير الأسرى من سجن جلبوع، وأصيبوا ربما بالأمس بانتكاسة نفسية بسبب الأمس واليوم بسبب إعادة اعتقال أربعة من الأسرى. هذه الكلمة تعطي دفعة نفسية ومعنوية للشعب الفلسطيني يحتاجها، وأنا أعتقد بأن الوعد بأن لا تتم صفقة تبادل بدون هؤلاء الأسرى هو معطى مهم يؤثر في الحالة النفسية والمعنوية للشعب الفلسطيني. طيب سيد فراس، منذ اللحظة الأولى لخروج أو تحرير هؤلاء الأسرى لأنفسهم من سجن جلبوع، بالتأكيد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأصوات التي شككت في قصة الهروب، شككت في أنهم هربوا بالأساس، هناك من ذهب بأن الاحتلال قد قتلهم، ولكن كانت هناك بعض الأصوات تهاجم فصائل المقاومة وتقول لماذا لم تقم فصائل المقاومة بحماية هؤلاء الأسرى فور هروبهم؟ يعني هل حديث أبو عبيدة الآن يضحط هذه الاتهامات؟ يعني هو البعض يتكلم من زاوية مهاجمة المقاومة على أي حال، هؤلاء لا يهموننا، ولكن البعض الآخر هو يتكلم من
حبه لفلسطين ولقضية فلسطين وتعاطفه مع الأسرى. هؤلاء يمكن أن نجيب عليهم، لأن أحيانا ضعف المعلومات وقلة المعرفة بالشأن الفلسطيني تستدعي بعض التساؤلات غير المنطقية. لا تستطيع المقاومة أن تفعل شيئا، بكل أسف نقول ذلك، للأسرى بعد خروجهم من السجن، بعد تحريرهم لأنفسهم، لأنهم خرجوا في أراضي مسيطر عليها تماما من قبل جيش الاحتلال. ولذلك من تم القبض عليهم حتى الآن، ألقي القبض عليهم في مناطق المحتلة عام 1948، يعني سيطرة كاملة أمنية واستخباراتية وكاميرات وإلى آخره. هناك لا يوجد طبعا فصائل مقاومة، فصائل المقاومة موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وبالتالي لوجستيا هذا شبه مستحيل. فلسطين محتلة منذ أكثر من 70 عاما، الاحتلال لديه آليات قوية وقدرات استخباراتية يجب ألا يعني نهملها، ويجب ألا هذه نقطة هامة أستاذ فراس. الحقيقة برضو امبارح كان في ناس كثيرة جدا بتتكلم عن تأكيد رواية الاحتلال الأولى التي انتشرت في الإعلام، وهي أن هناك خيانة حدثت في قرية الناصرة، وهناك بيت من بيوت الفلسطينيين هو من قام بالوشاية، وتم نشر صورة لأحد الضباط تبين أنه ليس ضابطا أصلا في الشرطة. يعني فكرة التأكيد أن الأمر تم عن طريق خيانة وليس عن طريق الأجهزة الأمنية طبعًا الإسرائيلية. طبعًا هو ما حصل أن الأسرى الستة مرغوا أنف الاحتلال بشكل كبير في عملية تحرير أنفسهم. سمعة الاحتلال وقوته وجبروته والسجن الأكثر تحصيناً أصبحت مسخرة، أصبحت محل تندر حتى من قبل جمهور الاحتلال أو من قبل مواطنين. وبالتالي أراد الاحتلال أن يوجه ضربتين، أو حتى أقول ثلاث ضربات. الضربة الأولى أن يعيد صورة الجيش القوي الذي يستطيع أن يحقق كل ما يريد ويستطيع أن يقبض على من يريد. الضربة الثانية هي في محاولة لكسر معنويات الشعب الفلسطيني ومؤيدي الشعب الفلسطيني. والضربة الثالثة وهي الأهم باعتقادي، وهي محاولة الإساءة إلى الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل منذ عام 1948. هذا الشعب الذي أثبت في أثناء معركة سيف القدس وانتفاضة رمضان العظيمة أنه جزء من الشعب الفلسطيني رغم الاحتلال منذ 70 عاما، أنه شعب فلسطيني لم يتأسرل ولم يتهود، وأنه لا يزال يعتبر نفسه جزءا من النضال الفلسطيني الواحد وإن اختلفت أشكال هذا النضال. هو أراد أن يقول أن يلغي هذه الصورة، أراد أن يقول بأنه نجح بأسرلة الشعب الفلسطيني، ولذلك بث هذه الروايات. المؤسف أن بعض المؤيدي الشعب الفلسطيني والفلسطينيين والعرب أصبحوا يتناقلوا هذه الروايات وكأنها روايات صحيحة ومؤكدة، مع العلم أنه اليوم ما أصدره الاحتلال نفسه ينفي الرواية التي ظهرت أمس. ما أنا كنت أريد أن أسألك عن هذا الأمر. يعني أنت كنت من الناس الذين حذروا بالأمس من تداول رواية الاحتلال، وكذلك عدد من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين وآخرين. ما هي الرواية الصحيحة إذن؟ ما الذي حدث؟ كيف تم إلقاء القبض عليه؟ الرواية الصحيحة حتى الآن لا نعرفها. باختصار شديد وبكل تواضع، يجب أن يتواضع المرء حينما لا يمتلك المعلومة. مشكلة السوشيال ميديا أنها جعلت كل شخص يعتقد بأنه هو وسيلة إعلام، وأصبح الواتساب هو يعني وكالة أنباء أهم من كل وكالات الأنباء. والأخطر من ذلك أن يصبح الاحتلال اللي هو عدو يصبح مصدر للمعلومة. هذه هي الخطورة. الآن ما هي الرواية الصحيحة؟ أنا بالنسبة لي كعربي وكمؤيد للحق الفلسطيني، أنا سأنتظر عندما يجتمع محامو الأسرى الذين أعيد اعتقالهم معهم وينقلون لنا الرواية. أنا أخذ الرواية من هؤلاء الأبطال، لا أخذها من سجانهم.
باختصار شديد، حتى لو كان سجانهم لديه كل القوة وكل الجبروت. طيب. لأنه الإسرائيلي لا يفرج عن المعلومات. البعض يتخيل بأنه إسرائيل دولة ديمقراطية وتنشر ما الإعلام ينشر ما يشاء، وهذا الكلام غير صحيح. هذا ينطبق، هذا صحيح في الجانب السياسي، الانتقاد لسياسيهم ورئيس الوزراء ورئيس الدولة وإلى آخره، لكن فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطيني، فيما يتعلق بالأمن، فيما يتعلق بمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، لا ينشر شيء إلا ما يتم الإفراج عنه من قبل المؤسسة العسكرية. وبالتالي نحن لا نريد أن نكون أسرى لرواية الاحتلال، وإنما ننتظر رواية الأسرى الأبطال أنفسهم. وحينما أقول ذلك، وهذا إشارة سريعة وأعتقد أنها ضرورية، هذا لا يعني أننا نقول بأن الشعب الفلسطيني يعني ما فيش فيه أخطاء، ولا ما فيش فيه ناس ممكن يكونوا أصلا لا يهمهم ما يجري، أو يعني ممكن فيهم السيء وأسوأ من السيء. هذا طبيعي، الشعب الفلسطيني هو شعب مثله مثل كل شعوب العالم، فيه الجيد وفيه السيء، فيه الحسن وفيه الطيب غير الحسن، لكن هذا لا يعني أن نتقبل رواية الصهيوني بكل صدر رحب بدون انتظار للرواية من أصحاب طيب. الحق الذين أعيد اعتقالهم عندما يلتقوا بمحاميهم، مع أنهم حتى الآن الاحتلال يرفض أن يلتقوا بمحامين بالمناسبة. طيب، بالحديث عن الروايات، كانت هناك رواية أخرى لم تكن تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وإنما كانت رواية عربية صدرت من بعض العواصم العربية في الساعات الأولى فور الإعلان عن تحرير الأسرى لأنفسهم من سجن جلبوع، وتحدثوا كيف يتم الهروب بملعقة وهذا أمر خيالي ولم يحدث. لماذا لم يتحدث هؤلاء بالأمس بعد إعادة اعتقال الأسرى مرة أخرى أستاذ فراس؟ ما هو هنا في عدة برضو مشاكل أو عدة أطراف. في طرف هو لا يريد أن يرى الشعب العربي لحظة انتصار، هو يعتقد بأن دولة الاحتلال هي إله متوج في الكون، وأن الولايات المتحدة إله متوج في الكون، وبالتالي ويروج هذه الرواية ويقول بأنه يطبع لأجل هذه الرواية ويتعامل مع الاحتلال لأجل هذه الرواية. فعندما يحدث انتصار لأسرى عزل فإن هذا يعريه ويسقط يعني الجدلية التي يطلقها والسردية التي تقوم عليه سياساته. هذا الطرف. الطرف الآخر هو العرب والفلسطينيين والأحرار العالم الذين يؤيدون الحق الفلسطيني، والذين يعني ليس لديهم مشكلة مع المقاومة، ولكنهم بسبب تراكم الخسارات والهزائم التي تعيشها شعوب المنطقة لم يعودوا يصدقوا إمكانية تحقيق انتصار. هؤلاء مباشرة يبحثون عن نفي الانتصار، وكأنهم لا يصدقوا حدوث أو إمكانية حدوث أي انتصار. هؤلاء يعني إذا كانت الهزائم التي حدثت في الفترة الماضية تعطيهم بعض المبرر أو المشروعية لطريقة تفكيرهم، فإن خروج الأسرى وتحريرهم لأنفسهم بأي طريقة، نحن لا نعرف حتى الآن هل هي معلقة، هل هي شوك، لا نعرف كيف تم التحرير، ولكن هذا العمل البطولي يجب أن يعيد لهم ثقتهم بأنفسهم، وأن يعيد لهم ثقتهم بإمكانية أن يحقق الكف انتصاره على المخرز، أن يحقق الضعيف انتصاره على القوي إذا امتلك الإرادة. نحن في معركة طويلة، الشعب الفلسطيني في معركة طويلة لا تنتهي مرة واحدة، وأي انتصار يجب أن يفرح به كل مؤيدي الشعب الفلسطيني، ولا يبحثوا عن الروايات الخيالية والمسرحيات، والتي الآن اكتشفنا بأنها فعلا كانت روايات غير صحيحة، وإلا لم يتم اعتقال يعاد اعتقال الأسرى الأربعة. نعم، سؤالي الأخير لك سيد فراس، ما هي رسالتك للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى؟ يعني نحن أقل من أن نوجه رسائل لهؤلاء، لأنهم هم الذين وجهوا رسالتهم إلى كل العالم بأنهم قادرون على الانتصار، قادرون على المحاولة، قادرون على المقاومة. ونقول لهم إذا جاز لنا أن نكلمهم بأنهم استطاعوا أن يلهموا جميع الشعوب في العالم
واستطاعوا أن يرفعوا معنوياتنا. وأنا كتبت قبل ذلك قبل يومين بأن كمية الفرح التي صنعها هؤلاء للناس على المستوى الشخصي، يعني حتى رفع المعنويات على المستوى الشخصي كان عظيما. كل شخص حر في العالم اعتبر نفسه قد حقق انتصارا، وأنه قادر على الإنجاز، وأنه قادر على أن يقاوم كل ما يمكن أن يعني يقيد حياته أو يسبب له الأذى في الحياة. هؤلاء الأربعة كانوا رمزا للإلهام في جميع العالم، وهذا يكفيهم. ونتمنى أن يعني يروا النور قريبا، وأن يحتضنوا عائلاتهم في صفقة جديدة أو في أي طريقة أخرى. نعم، أنا قبل أن أختم معك هناك رسالة أعتقد أنه من المهم أن يعني تسمعها وترد عليها. أبو طيب من المغرب يقول: الشعوب العربية التي بقيت متفرجة في تهويد واحتلال القدس أولى القبلتين ثالث الحرمين لا أعتقد أنها ستتحرك من أجل الأسرى. أما أبو عبيدة فكلامه جعجعة دون طحين، لقد مللنا الشعارات الرجل يعيش بعقلية الستينات. تعليقك. يعني هو هذا الأخ الكريم الذي تحدث لديه الحق بالرأي الذي يريده، ولكن نحن نعرف بأن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحرر أكثر من 1000 أسير في عام 2011 عن طريق صفقات التبادل. ونحن نعرف وهذا معلن للجميع بأن هناك أسرى من جنود الاحتلال موجودون لدى المقاومة منذ حرب عام 2014، وأنهم في يوم من الأيام سترضخ حكومة الاحتلال كما رضخت سابقا. وبالمناسبة صفقة 2011 لم تكن الوحيدة، في قبلها أكثر من 5 أو 6 صفقات تبادل، وبالتالي هذا ليس جعجعة وليس عيشا في الستينيات. هناك ناس طيبون ومحترمون، ولكنهم غير قادرين على تخيل إمكانية الانتصار أو مقاومة الاحتلال. لا. إذا لم تحركهم إنجازات المقاومة خلال السنوات الماضية، أو لم يغير رأيهم قدرة الأسرى الستة على تحرير أنفسهم، فلا أعتقد أن هناك أي حدث يمكن أن يغيرهم. نقول لهم يعني ننتظر والزمان بيننا. أشكرك شكرا جزيلا من لندن عبر الهاتف فراس أبو هلال رئيس تحرير موقع عربي 21، كنت ضيفي في هذه الفقرة. ونعود إذن للعنوان العريض: المحتل يعيد اعتقال 4 من الأسرى المحررين، دعوات شعبية للتصعيد، ما هي رسالتك لأسرى الحرية؟ شاركوا معنا عبر الأرقام التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وعبر أيضا رسائل الواتساب. وجهوا رسالة للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وأيضا وجهوا رسالة لاثنين من الأسرى لازالوا أحرارا، نتمنى لهم السلامة، نتمنى لهم استمرار العيش في حرية بعيدا عن سجون الاحتلال الإسرائيلي. نقرأ بعض الرسائل حتى تبدأ الاتصالات. نعم، ما فعله الأسرى هو فخر واعتزاز لكل عربي شريف، بوسائل بسيطة بقوة وتوحد عزيمتهم وصلابة إرادتهم وسمو ونبل ورفعة غاياتهم امتلكوا بشرف حريتهم ولو لسويعات. أما أنا الأوان لفلسطيني الداخل والخارج من غزة والضفة والشتات لنبذ الانقسام والتوحد لتحرير فلسطين والمقدسات، فالانقسام يصب في صالح إسرائيل تستغله لقطم الأرض والإنهاء على ما تبقى منها. 6 أبطال دون إمكانات حرروا أنفسهم. أما أنا الأوان للشعب الفلسطيني كله من توحد لتحرير وطنهم وبما يملكون من إمكانات. والله رسالة قوية جدا الحقيقة، يعني من غير اسم كنت أتمنى أنك ترسل اسمك حتى نقرأ رسالة مع الاسم، ولكن صحيح يعني الانقسام الفلسطيني. أما أنا الأوان أن ينتهي هذا العبث؟ أما أنا الأوان أن تتوحد فصائل المقاومة والفصائل الفلسطينية؟ أما أنا الأوان لكل هذا العبث في 13 أو 14 عاما الماضية أن ينتهي؟ هذه تحكم هذا القطاع وتلك تتواجد في الضفة، هذا الفصيل ينسق أمنيا أو هذه الجهة تنسق أمنيا، ويعني ما الذي تفعله الفصائل الفلسطينية؟ توحدوا يرحمكم الله، هذه هي الرسالة التي أرسلت إليكم. هناك 6 من الأبطال دون إمكانات يقول الرجل، قد حرروا أنفسهم، أنتم لديكم بعض الإمكانات
كي تتحرروا أيضا وتحرروا المسجد الأقصى وتحرروا كامل الأراضي الفلسطينية، ولكن ان توحدتم ونبذتم هذه الاختلافات. رسالة أخرى، حسن من المغرب يقول: المقاومة الفلسطينية أعلنت كعبها في تصريحها الأخير في حق الأسرى المعتقلين مجددا الذين زعزعوا النظام الإسرائيلي بخطتهم المحكمة في الفرار وكشفت عن قدرات المحتل الغاصب. المرة الثانية اللي بنتكلم فيها عن هذا الموضوع، والسيد فراس أبو لال ذكر الموضوع ده، المقاومة الفلسطينية لما خرج أبو عبيدة يتكلم من ساعة تقريبا، الراجل كان واضح جدا، قال إحنا في صفقة قادمة وهؤلاء الأربعة سيخرجون من فوق الأرض، مش هيحتاجوا المرة دي يحفروا نفق. الصفقة الجاية في وفاء الأحرار اللي هيكون فيها جنود من الاحتلال الإسرائيلي بيتسلموا أو بيتم تبادلهم مع الأسرى، هنسمع فيها اسم زكريا الزبيدي ورفاقه إن شاء الله، يعني على يقين إن هذا سيحدث. الناس اللي قعدوا يحفروا بيقول لك سنة يحفروا نفق لحد ما خرجوا، وبعدين في 48 ساعة للأسف أعيد اعتقالهم مرة تانية. وارد جدا، بل مش وارد، هو إن شاء الله مؤكد إن احنا نشوفهم خارجين من سجن جلبوع وهم رافعين علامة النصر والناس كلها بتحتفي بيهم. ساعتها هنقعد ونسمع ويمكن نستضيفهم ونسألهم انتوا خرجتوا ازاي في الأول من سجن جلبوع؟ ايه اللي حصل؟ حفرتوا النفق ازاي؟ الإرادة بتاعتكم كانت عاملة ازاي؟ الأمل ده جبتوه منين في وسط السجن وانت محكوم عليك بمؤبد؟ ازاي قدرت تجيب طاقة وتجيب عزيمة وإرادة؟ دي الرسائل اللي بتتكلم عنها، انك تحفر نفق وتهرب. ايه اللي حصل؟ اكيد في يوم من الأيام هيحصل، وان شاء الله هيكون قريب هذا اليوم. طيب رسالة أخرى، موسى. طيب موسى نصر من الأردن، بس قبل موسى خلينا نرحب بالأستاذ مصطفى الصواف الكاتب الباحث الفلسطيني. أستاذ مصطفى أهلا بك. أهلا بكم، الله يكرمكم. خطاب أبو عبيدة هل كان متوقعا أم هو خطاب مفاجئ؟ الحقيقة هو كان يعبر عما كان يتحدث به الناس عندما قالوا على أن حماس والقسام عليهم أن يضيفوا أسماء هؤلاء الأسرى الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى إلى قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم في أي صفقة قادمة. ونعتقد أن هذا يدلل بشكل واضح على أن القسام جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وسرعان ما يستجيب للرغبات الجامحة لديه. أعتقد أن خطاب أبو عبيدة كان مقتضبا، ولكنه حمل مجموعة من الرسائل أكد فيها على أن العملية البطولية لا يضرها الاعتقال، وإنما شكلت لطمة قوية وعنيفة لدولة الكيان ولأجهزته الأمنية. ثم أكد على أن الأسرى هم على قائمة الاهتمام، وأن خلفهم مقاومة، لهذه المقاومة إمكانية أن تدافع عنهم في الوقت الذي تراه مناسبا. لذلك كان أبو عبيدة يوجه كلاما واضحا مقتضبا، وربما شكل حالة من الرضا داخل الأسرى أو لدى الأسرى ولدى كل أبناء الشعب الفلسطيني الذين انتظروا مثل هذه الكلمات التي تحدث بها أبو عبيدة. إلى أي مدى يتعامل الاحتلال الإسرائيلي بجدية مع ما قاله أبو عبيدة بخصوص تضمين هؤلاء الأسرى في أي صفقة وفاء أحرار قادم؟ يا سيدي، ليس الاحتلال وحده من يقرر. إذا قررت القسام أن يضاف هؤلاء إلى قائمة الأسرى المحررين وتمسكت بما تقرر كما كان في وفاء الأحرار الأولى، أعتقد أن المسألة لا علاقة لها الآن بالاحتلال بقدر تصميم المقاومة. وأنا أعتقد أن الاحتلال سيستجيب، لأن هناك حديث طويل عن صفقة لم يتم الحديث فيها عن كل ما تريده كتائب القسام. اليوم هذا جزء مما قالته كتائب القسام، وعلى الاحتلال إذا أراد أن يصل أو أراد أن يعيد أبنائه الأسرى لدى القسام والمقاومة عليه الاستجابة. طيب عندما نتحدث عن بيان من أبو عبيدة كالذي استمعنا إليه واعتقال أربعة من الأسرى مرة أخرى، ورواية احتلال إسرائيلي سيد مصطفى تتحدث عن وشاية أهل الناصرة باثنين من الأسرى، يعني لو سألتك عن الحالة الشعبية في قطاع غزة الآن، الناس
يعني يصدقون رواية الاحتلال بخصوص الوشاية؟ الناس فرحين بخطاب أبو عبيدة؟ ما هي الحالة الشعبية الآن؟ يا سيدي، أنا أعتقد أن الناس في حالة هرج ومرج كبيرة نتيجة الحديث الذي تحدث به أبو عبيدة، لأن الذي تحدث به هو يلاطف شغاف قلوبهم ويتحدث بما هم يتحدثون به، وهم يعلمون أن القسام إذا تحدث وإذا وعد صدق، وهذه معلومة عن القسام، وقد أدركها الاحتلال أيضا خلال العدوان الأخير عندما كان يتحدث القسام أو يتحدث أبو عبيدة على لسان القسام كان ما يتحدث به يتم على أرض الواقع. هذه مسألة أن الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة الحقيقة أنه فرح بما سمع من كلمات أبا عبيدة وبما وعد، وهم ينتظرون ذلك بفارغ الصبر. كيف تقيم موقف السلطة الفلسطينية سيد مصطفى؟ يعني جاءتنا رسائل في بداية الحلقة، البعض يلوم على السلطة أنها لم توفر حماية كافية أو تساعد حتى الأسرى المحررين على أن يكونوا في أمان أو في مأمن بعيدا عن الاحتلال. كيف تقيم موقف السلطة؟ ومن قال أن السلطة ستوفر لهم مأمن سواء كان بالإقامة أو توفر لهم وسيلة للخروج من قطاع من الضفة الغربية؟ السلطة كما نحن وجميعا يعلم أنها مرتبطة باتفاق، وأن لديها تعاون كبير بينها وبين الاحتلال، وهذا التعاون يفضي إلى أن أي وشاية أو أي اعتقال لهؤلاء سيكون بعده تسليم للاحتلال، هذا هو المتفق بين هذه السلطة. لذلك لا أمل على من هذه السلطة، ولا أعتقد أن اللوم ينفع الآن، لأن هذه السلطة باعت نفسها منذ زمن طويل وهي تعمل على مساعدة الاحتلال وكل ما يريد الاحتلال تنفذه. وربما أنا ربما أحد الصحفيين الصهاينة بالأمس قال بأن المعلومات الذهبية التي وصلت لأجهزة الأمن من قبل مقابرات السلطة الفلسطينية التي أوصلت إلى هؤلاء الأسرى. أنا أعتقد أن هناك خلط في لدى الاحتلال من خلال معلوماته التي يقدمها، قد يكون هذا جزء من الحقيقة القائمة، وقد يكون محاولة لمزيد من الطعن كما يحاول الآن الحديث على أن أحد الفلسطينيين من النصر هو الذي أوشى وكثير من الكلام. الاحتلال يتخبط، في البداية قال أنه تم اعتقال الزبيدي وعارضة من جبل الطور، ثم تبين أن هناك اعتقال، الاعتقال كان في مدينة الناصرة، إذا هناك محاولة لدس العسل في السم، هذا هو طبيعة الاحتلال للتأثير على معنويات الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك من قطاع غزة مصطفى الصواف الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معي عبر الهاتف. نعود إلى بعض الرسائل مرة أخرى. موسى نصر من الأردن يقول: خروج الستة سجناء من سجنهم هو نصر عظيم للفلسطينيين، حتى لو أعاد الاحتلال اعتقالهم، هؤلاء عادوا إلى الذاكرة أهل الكهف رحمهم الله، لن يهزم الشعب الفلسطيني ما دام بينهم هؤلاء الأبطال. رسالة من أبو غطاس من الأردن أيضا يقول: والله إن هؤلاء الأبطال رفعوا رؤوسنا في فلسطين وكل أحرار العالم، العار والخزي للخونة وأذناب العدو، عاشت فلسطين حرة أبية. أما حسن العماري فيقول: أين رسالتك يا حسن؟ طيب، حتى تظهر رسالة حسن نأخذ محمد من فرنسا. أهلا بك محمد. السلام عليك يا شيخ أسامة. عليك السلام. السلام على الشعب المصري. عليك السلام. المرابط يا أخي، الشعب المصري اليوم علي عنده سلطة احتلال فوق احتلال، احتلال الإسرائيلي واحتلال السلطة الفلسطينية. ثم الآن أنا رسالتي للشعب الفلسطيني والمحللين السياسيين يأخذوا ساحة مسيرة يوميا، ولو 50 شخص أو 100 وتكون يوميا في ساحة قرب مسجد يوميا حتى للتحرير الفلسطيني، حتى للتحرير الوطني، مسيرة للناس الكبار والصغار نساء رجال، تكون يوميا. وأتمنى تتمنى للدول العربية كذلك ساحات تحرير ولو مسيرة يوميا
المسؤولين بحقوق الإنسان وأفراد السجناء. هذا ماذا يحجزنا؟ هذه سهلة جدا. ونطالب الأمم المتحدة والجناب والمهاجرين في الخارج كذلك كلنا نسير بشعارات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا يا محمد من فرنسا. إذا مطالبات بتحرك شعبي في الداخل والخارج، اخرجوا أمام السفارات، ارفعوا شعارات تطالب باحترام حقوق الإنسان وبالإفراج عن هؤلاء الأسرى مرة أخرى. عبد الرحمن من فرنسا، أهلا بك. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم أخي أسامة. عليكم السلام. أنا انضم نفسي مع الأخ محمد الآن اللي تكلم الآن، يعني على الشعوب الدول العربية الحمد لله أخذ كلهم ينظروا للسفارات والشعب الفلسطيني يتحرك، ما يعول على الخائن الأكبر، أكبر الخائنين هو عباس وحكومته، أكبر عملاء للفلسطينيين وهو عباس وحكومته، ما يعول على الصهاينة اللي حكم بعد حكم العرب، بعد حكم العرب صهاينة، صهاينة الصهيوني الكبير في مصر، والصهيوني في أبو ظبي، والصهاينة في السعودية، والصهاينة في الجوار ديال فلسطين. على الفلسطينيين يصبروا ويتحدوا ويعولوا على الله ثم على 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 الشعوب ديالهم. شكرا جزيلا لك يا عبد الرحمن من فرنسا. معنا رسالة من أحمد يقول: هؤلاء الأسرى لم يتم اعتقالهم بل نحن الذين اعتقلوا، كأن الابتسامة خلقت لوجوههم فقط. هؤلاء الأسرى خططوا ونفذوا وقاموا بصفعة الكيان الصهيوني، لا يهم إذا ما تم اعتقالهم أم لا، المهم أن بينهم وبين أنفسهم أحرار استنشقوا الحرية حتى ولو لأيام، هذا في حد ذاته نصر. أظن أن أبو عبيدة سيفي بوعده. على كل حال نشكر جميع من شاركوا معنا في هذه الساعة ونتحول معكم إلى أخبار الرأي الحر. البداية من تونس، رفض متواصل لاعتزام سعي التعليق الدستور ودعوات للتحرك. التفاصيل: عبرت تيارات تونسية عدة عن رفضها القاطع لعرقلة المسار الديمقراطي في البلاد مع اعتزام الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور والاستفتاء على تغيير نظام الحكم في البلاد. صدرت بيانات عديدة من مختلف الأحزاب حتى الداعمة للرئيس أكدت رفضها القاطع المس بالدستور، وحذرت الرئيس قيس سعيد من الإقدام على خطوة كهذه. بدوره طلب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الرئيس سعيد بضرورة طرح خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة، وشدد الطبوبي في تصريح له السبت على ضرورة الخروج من الوضع الحالي ولكن في إطار الشرعية والحوار. الخبر الآخر: أن واشنطن تسحب بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية. التفاصيل: كشفت وكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة سحبت في الأسابيع الأخيرة بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية. وقالت الوكالة إن صورة فضائية التقطتها شركة بلانيت لابز الأمريكية الخاصة تظهر أن الولايات المتحدة سحبت في الأسابيع الأخيرة بعض منظوماتها الدفاعية المتطورة بما فيها بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة العربية السعودية، على الرغم من مواصلة الحوثيين هجماتهم ضد المملكة. على جانب آخر، قال الأمير السعودي تركي الفيصل إن المملكة تريد من الولايات المتحدة إبقاء وجودها العسكري ومعداتها الدفاعية على أراضيها. أضاف الفيصل أن سحب صواريخ باتريوت من المملكة ليس مؤشرا على نية أمريكا المعلنة لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أعدائها الخارجيين. وإلى ليبيا، عقيلة ينفرد بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية ورفض واسع. أثار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح جدلا ورفضا واسعا بعد أن أقر قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول المقبل، في خطوة اعتبرت مخالفة للوائح الداخلية للمجلس وتتعارض مع الاتفاق السياسي. ويسمح القانون للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل موعد الانتخابات
في خطوة قد تسمح لخليفة حفتر وعقيلة صالح ورموز النظام السابق بالترشح في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. ولقت الخطوة رفضا واسعا في الأوساط السياسية الليبية وسط اتهامات لعقيلة باستخدام سلطات لا يمتلكها بالمخالفة للاتفاق السياسي. كان البرلمان الليبي وافق على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية، لكنه لم يتم التصويت عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا في تحرك اعتبر أحاديا، ما دفع عدد كبير من النواب لرفض تمرير القانون بهذه الطريقة. وإلى سوريا، مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 بهجوم في إدلب. أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم السبت عن مقتل 2 وإصابة 3 آخرين في هجوم على القوات في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن جنديين قتلا فيما أصيب 3 آخرون في هجوم خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم وقع بتفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية تركية على طريق إدلب نبش شمال محافظة إدلب. الخبر الأخير من إثيوبيا، تعلن الشروع قريبا بتوليد الكهرباء في سد النهضة. التفاصيل. أعلنت الحكومة الإثيوبية شروعها قريبا بتوليد الكهرباء في سد النهضة بعد نحو شهرين ونصف من انتهائها من الملء الثاني للسد. ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والري والطاقة سيلشي بيكيلي قوله إن العام الإثيوبي الجديد الذي ينطلق غدا السبت سيشهد انطلاقة أعمال توليد الكهرباء في سد النهضة. وأوضح الوزير أن ذلك سيتم باستخدام توربينات سد النهضة، وأن ذلك من حق إثيوبيا السيادي التي يمثل السد بالنسبة لها وسيلة لمواجهة المشاكل التنموية في البلاد. يشار إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الإثيوبيون إصرارهم على أحقية أديس أبابا في ملء السد، يدعو عبد الفتاح السيسي في مصر إلى حل سلمي للأزمة عبر المجتمع الدولي. نهاية أخبار الرأي الحر. إذن في الساعة الثانية نتحدث عن السيسي الذي يهاجم ثورة يناير للمرة التي لا أعلم عددها في الحقيقة، يعني هاجم الرجل ثورة يناير مرات كثيرة في السبع سنوات الماضية. نتحدث عن استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنها السيسي، ولكن بعد الفاصل تابعونا.